واصلين حتى الربع نتاع العشيه نحكيو ديما ما نحبوش ننساو القضيه نتاع المرحوم عمر العبيدي. ديما كل ما تكون فما فرصه حتى ما غير فرصه نحاول نذكروا بها باش ما تعودش ان شاء الله على ناس اخرين الظلم خاصه اللي صار، وماذا بينا ياخو حقه حتى في دنيا اخرى ان شاء الله تكون احسن من هنا. على كل شنو جيت في الموضوع مع الاستاذ تومي بن فرحات محامي عائله اللاعب جد معنا بالتليفون. سي تومي اهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بجميع مستمعيك بارك الله فيك. مرحبا استاذ. دونك يبدو انه فما جديد في القضيه وغدوه باش تكون جلسه ان شاء الله. ان شاء الله غدوه عندنا جلسه ثانيه العلنيه، تو احنا معناها بعد 4 سنين من الانتظار ومن النزال ومن كل شيء، عندنا صارت جلسه يوم 13 جانفي في الدائره الجناحيه ببن عروس، وغدوه الجلسه الثانيه بعد ما تغيبوا الامنيين على الجلسه الاولى، غدوه فما جلسه ثانيه وان شاء الله ما تكون على الاقل الجلسه قبل الاخيره، على الاقل باش ما نقولش الاخيره، تكون قبل الاخيره قبل اعلان الحكم الابتدائي. هذا مازلنا رانا بعد 4 سنين مازلنا في المرحله الابتدائيه نتاع التقاعد، معناها مازال ابتدائي ومازال استئناف ومازال تعقيد. باش نفهم شويه خاطر العباد خاصه اللي مش متضلعين في القانون، خلينا نفهم الساع شنو هي الجلسه اللي صارت في جانفي وعلاش ما جاوش الامنيين، وشنو يعني هذا، والجلسه اللي بتصير غدوه شنو معناها باش تكون علنيه، فسر لنا اكثر استاذ. هو مقطع في المراحل السابقه كل 4 سنوات هي كانت مرحله تحقيقيه، معناها كان فما تحقيق وكان فما استئناف تحقيق وكان فما تعقيب نتاع التحقيق، ومن بعد 4 سنين كامله الملف تم تجنيحه، اش معناها جنحه، معناها بعض التهم الخفيفه احنا تمسكنا بقتل العمد ما مشاتش معنا، معناها القضيه معناها دائره الاتهام وحاكم التحقيق، وتم احاله 14 امني في اخر مطاف من اجل زوز جنح، الجنحه الاولى هي القتل غير العمد، والجنحه الثانيه هي عدم انجاد شخص في حاله خطر ممن توجب عليه صفته الانجاد. والتهم الاخيره هذه فقط جنح، معناها زوز جنح فقط، هو حتى مش قتل عمد، هذوما بركه معناتها جنح، هذوما يتسموا في القانون لا يسموا جنح، هذوما في اقساهم واللي هو معناها مثلا ما تطيرش، معناها في اقساهم هم بيناتهم زوز تهم 7 سنوات تجن، معناها في اقصى الحالات مهما معناها كان الاقصى نتاع العقوبه ولي صعيب باش يحكم به القاضي الاقصى بالطبيعه. وتمت احاله 14 امني كاملين، معناها كانت عمليه تعويم، تم تجنيح للتهم، عدم جديه معناها وادت الى هذا الكل. واحنا على هذيك معناها غدوه وعلى المره هذه احنا اش قلنا؟ قلنا القضيه هذه كانت عندها فرصه مختلفة على جميع الأخرى القضايا، أنها كانت عندها حظوة إعلامية أصبحت قضية رأي عام، ورغم كل ذلك عدنا 4 سنين وتم معناها التلاعب بالملف في عدة مراحل، ولذلك معناها كان فما حضور كبير في القضية هذه للمجتمع المدني والإعلام ونقابة الصحفيين ممثلة معناها مباشرة، الرابطة الوطنية حقوق الإنسان وحملة تعلم عوم وعدة جمعيات أخرى، حتى لا أنسى أنا في الذكر اليوم أنا خليتهم تو فما 30 جمعية كاملة يكونوا حاضرين غدوه بالكتابه الرمزيه قدام المحكمه، باش وفما نيه كامله معناها وفما خدمه كامله انه يكون يوم 31 مارس اللي هو يصادف معناها الذكرى الرابعه لمقتل الشهيد عمر العبيدي، انه تكون يوم وطني لمناهضه معناها الافلات من العقاب. وعلى على على الاقل فما صفه رمزيه، خاطر احنا شكنا قلنا هذا الكل والاعلام هذا الكل والحظوه هذه كل، ورغم ذلك ثم افلات من العقاب في جميع الاجراءات السابقه، والملف وصلوه كما حبوا هما يكون معناها قدام القاضي معناها في الوحده. نرجع للسؤال الاولاني نتاع اش صار في 13 جانفي كانت جلسه اولى وكانوا موجودين الامنيين، انا ناكد على المعلومه هذه خاطر نعرفوهم، كانوا موجودين في رحاب المحكمه، لكن جاءت المدور كالعاده من النقابات الامنيه في عدم الحضور بتلك الجلسه باعتبار كانت معناها ماشيه نحو التاخير، يقول لك معناها ما نحضروش برشا مرات، معناها يحضر مره كي تكون ثابت انا شتي مرافعات وكثير كذا. دونك تم استدعائهم بصفه قانونيه ما بين الجلسه الاولى والجلسه الثانيه، من اطلعنا على الاستدعاءات هذه ما عادش عندهم حتى مفر الا انهم يمثلوهم قضاء، على الاقل بعد ما تم التلاعب هذا كل يحضروا ويحترموا القضاء وخلنا نسمعوا كلامهم وخلى الناس الكل معناها تكون حاضره، وهذه اش معناها العلنيه، خاطر قبل في المرحله التحقيقيه ما تحضرش، ما فماش حضور للاغلبيه المحامين ولا للصحافه ولا حتى شيء،
توا هذه ممكن هذه في قاعة تكون في قاعة وممكن الحضور وممكن الاطلاع على جميع أوراق الملف وممكن العباد بتشوف شنو التلاعب اللي تم بالملف هذا وكيفاش تم التلاعب معناها وتحويلها من قضية قتل معناها واضحة لجميع العيان وتصبح قتل غير عام كأنها أكسيدون في كياس أو كأنها معناها مثلا عرضية وهي كانت معناها قتل عبد. أستاذ فما كلمة توا قلتها أربع مرات نحسب لك فيهم كلمة تلاعب وضحنا وين التلاعب بالضبط؟ هو التلاعب كان في جميع المراحل وخصوصا في المرحلة نتاع البحث الابتدائي بفرقة الجرجاني. أنا معناها واضح مثلا راني أسمي الأشياء بمسمياتها وأتحمل مسؤوليتي معناها معناها هذا من الضربة الأولى وإحنا كنا نحارب من الأول لإخراج الملف من تلك الفرقة على خاطر هما ينتمون لنفس الفرقة. معناها كان الأجدر أن على الأقل فرقة الحرس ولي المينيموم تاع معناها جوجي بارتي في نفس الوقت جوجي بارتي وكان معناها كل شيء حتى بعض الشهود وبعض الأطراف اللي كانوا معناها عندهم قيمة في وقت من الأوقات تم تغييبهم كما معناها الطرف اللي ثور المطاردة واللي قرر ثورة المطاردة وتم معناها إجراء حوار صحفي معاه من زميكم شكري الشيحي كما معناها أمني آخر تم تغييبهم من بعد ما أدوا شهاداتهم فك المرحلة الأولى بكل كانت قضية رأي عام كبيرة برشا من بعد ما عاش موجودين بكل في الملف. كنا في وقت من الأوقات حكينا أيضا على الكاميرا متاع ملعب رادس هو الكاميرا أثبتوا اللي حتى المرحلة هذيك اللي هما كانوا ناكرينها هو كان جات في كاميرا هذوكم راهو حتى المطاردة ينكروها راهو هما توا حتى عدم الإنجاز يحبوا ينكروه راهو في مرحلة أولى في أول تم عليهم أنكروا المطاردة قالوا ما عملناش حتى مطاردة وما خرجناش من بين المتر ديستات كي جبنا لكاميرا وكاميرا ملعب رادس وكاميرا تاع معناها المحول اللي قريب ملعب رادس أثبتوا التحول هذو السيارات هذوما وأثبتوا نزولهم وأثبتوا بقائهم أكثر من 8 دقائق في الواد ولذلك هم برواحهم قالوا رانا اتفقنا على الكذب عندما تقابلنا في السماع الأول كان قالها هذه أي مواطن أو لنا نرجع على التلاعب كان قالها أي مواطن يجي يكون فيه معناها ونأكد عليها كون متأكد الجملة هذيك فقط راهو موقوف عليها في السماع. إيش معناها هم أمنيين مش مواطنين معناها هما للأسف ولا إلا بدرجة أعلى معناها وأنا نبت عديد القضايا أمنيين فوق معناها القانون إلى حد الآن كل ما كان هناك أمني إلا ما كان هناك إفلات من العقاب من مفروض القضاء يكون في حياد معناها الأمني وإلا مواطن عادي القضاء مشكلته ما زال يخاف نوعا ما وأنا ماذا بيه يتحرف يخاف من الأمن على خاطر هذيك مشكلة إجرائية أخرى على خاطر الأمنيين هم في نفس الوقت ضربة عادية ما أنا سمستوا الأمور للمواطنين القاضي يقول لك أنا ندخل في خصومة وإيقافات ورع النقابات راهو ما عادش خدمتي تتخدم رانا ما عادش نخدم الخدمة العادية اليومية ولذلك هما من أبسط الأشياء واللي ندينا بها ديما هي فصل الضابطة العدلية على وزارة الداخلية وتصبح تابعة وزارة العدل حتى يتحرر القضاء من هذه من قبضة النقابات الأمنية. نستناو حكم غدوة وإلا صعيب شوي. ما أعتقدش أعتقد فما جلسة على الأقل أخرى ولا نجد تكون غدوة أو في جلسة أخرى. أنا في أغلب الأحيان جلسة واحدة أخرى. واضح. يعطيك الصحة شكرا ليك أستاذ. يعطيك الصحة أستاذ. على كل تأكيد باش نتابعوا كل ما فما جديد معاك نكونوا تنتابعوا شنو صار حتى في الجلسة نتاع اليوم غد إن شاء الله ياخو حقه المرحوم عمر العبيدي بعد حادثة وقع الاعتداء عليه وتقريبا وقتله خلينا نقولوها بجنب ملعب رادس. وهي السمعي في الأخبار بعد مواصلين حتى الدربح.